السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ طيب ننتظر دقيقة ثم نبدأ اللقاء حتى يتمكن الجميع من الدخول. ما زال يدخلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اللقاء الثاني لمقرر الرياضيات المالية لطلبة الاقتصاد والعلوم الإدارية. في هذا اللقاء راح نبدأ أول محاضراتنا فعليا في تدريس هذا المقرر. وخليني أعمل شير حتى نتمكن من إعطاء المحاضرة. طيب قبل ما أبدأ حاب أتأكد الصوت واضح، واصلكم بشكل جيد. طيب ممتاز. إذا أول شيء راح نبدأ في الفصل الأول، وهي مجموعات الأعداد. خلينا نتحدث عن مجموعات الأعداد. أول مجموعة أعداد راح نأخذها نسميها مجموعة الأعداد الطبيعية. مجموعة الأعداد الطبيعية، شو رمز هذه المجموعة؟ رمز هذه المجموعة اللي هي ماخذ رمز N من natural number. natural number اللي هو حرف الان، لكن زيادة خط عشان نميزها عن ان كابيتال حتى تكون هناك فرق بينها وبين حرف الان. فعليا هذه المجموعة بتضم كل الاعداد الموجبة بدون كسور. يعني فالمجموعة الاعداد الطبيعية اللي هي ان، لاحظوا كيف تكتب ان وخط زيادة بهذا الشكل، هي تحتوي على واحد، تبدأ من واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، إلى ما لا نهاية. هذه ثلاث نقاط نعني فيها أنه الأعداد تستمر إلى ما لا نهاية. لكن لاحظوا هنا الصفر غير موجود، الأعداد السالبة غير موجودة، الكسور غير موجودة، يعني ما في عندي واحد ونص أو نص أو ربع إلى آخره. لكن هذا لا يعني أنه مثلا على سبيل المثال خلينا نقول 10 على 5 غير موجود. 10 على 5 موجود، لأنه 10 على 5 لو تيجي تبسطوها بيطلع الجواب 2، فالعدد 2 موجود بالناتشرال نمبر اللي هي الأعداد الطبيعية. طيب نيجي بعديها لمجموعة الأعداد الكلية اللي هي بنسميها الول نمبر، اللي هي يرمز لها بالرمز W. هذه W فقط بتزيد عن الناتشرال نمبر اللي هي الأعداد الطبيعية فقط بالزيرو. يعني هذه تحتوي على 0 1 2 3 4 5 إلى آخره إلى ما لا نهاية، فقط بتزيد بالصفر. اللي أكبر منهم اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة. مجموعة الأعداد الصحيحة، ونرمز لها بالرمز Z.
هذه المجموعة اللي هي زد تحتوي على جميع الأعداد الموجبة والسالبة والصفر، يعني تحتوي على مثلا خلينا نقول سالب ثلاث، يعني سالب أربعة وسالب ثلاثة وسالب خمس إلى آخره، سالب ثلاث وسالب اثنين سالب واحد صفر واحد اثنين ثلاث أربعة إلى ما لا نهاية. فلاحظوا هنا تحتوي على الواحد اثنين ثلاثة أربعة والسالب تبعهم سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة والصفر أيضا. فهذه مجموعات ضروري منكم تحفظوا اسمها، يعني المطلوب منكم تعرفوا اسمها، تعرفوا رمزها، تعرفوا شو تحتوي كل الأعداد، الاسم الرمز وشو تحتوي. الآن خلينا نأخذ رمزين مهمات عشان نشوف كيف ممكن أسألكم عن هذه المجموعات، لكن قبل ما نأخذ رموز مهمة أنا حاب فقط أنوه لشغلي، إنه مثلا هل جذر التسعة، مثلا جذر التسعة هل موجود داخل الأعداد الطبيعية؟ هل هو موجود داخل الأعداد الصحيحة؟ هل هو داخل الأعداد الكلية؟ احنا لابد من تبسيط الجذر، سواء انت بسطته من عقلك او بالآلة الحاسبة او انت بتعرف تبسطه بطرق اخرى ما عندي مشكلة، لكن لابد انه تبسط، سواء جذر او كسر لابد تبسطه. يعني مثلا التسعة، جذر التسعة هو ثلاث، والثلاث فعليا هو موجود في الان، وايضا موجود في الدبليو، وايضا موجود في الزد. فما حد يقول لي انت قلت انه الجذر غير موجود الكسر غير موجود، لا، اذا بسطناه وطلع عدد هو عدد طبيعي، خلاص عدد طبيعي، عدد صحيح عدد صحيح. طيب فمثلا لو قلنا على سبيل المثال سالب مثلا خلينا نحكي 20 او سالب 40 خلينا نقول على 5، سالب 40 على 5 نيجي نبسطه بالآلة الحاسبة، سالب على موجب سالب، 40 على 5 40 على 5 8، فبنشوف سالب 8، سالب 8 هل هو موجود في N؟ لا. موجود في W؟ لا، لكن هو فعليا موجود في الزد، موجود في الزد اللي هي الأعداد الصحيحة، لأنه احنا قلنا الواحد والسالب واحد، الاثنين والسالب اثنين، وهكذا، الستة والسالب ستة، السبعة والسالب سبعة، الثمانية والسالب ثمانية، التسعة والسالب تسعة، وهكذا. فما حدا يقول لي انه انت قلت الكسر غير موجود، الكسر غير موجود اذا كان بيعطيني فاصلة عشرية. يعني مثلا لو قلت ثلاثة على اثنين، ثلاثة على اثنين فعليا لو بسطته في الآلة حاسب كتبته ثلاثة تقسيم اثنين او ثلاثة على اثنين راح يبقى كسر 3 على 2 في الآلة الحاسبة، ما راح يتبسط، أو ممكن الآلة الحاسبة تطلع لكم إياه حسب النوع، تطلع لكم إياه 1.5 يعني مع فاصلة عشرية، يعني لا هو بتبسط راح يظل كسر، وإذا حولته للأعداد في فاصلة عشرية، فهذا الفاصلة العشرية إحنا فعليا غير موجود لا بالأعداد الطبيعية ولا الأعداد الكلية ولا الأعداد الصحيحة. واضح؟ فهذا فعليا الكسر 3 على 2 غير موجود، صحيح غير موجود لا بالN ولا بالW ولا بالزد. أما سالب 40 على 5 لما بسطناه وانتهينا منه طلع سالب 8، لا، هون سالب 8 موجود في الزد، إذن فعليا سالب 40 على 5 هو موجود في الزد. طيب كيف ممكن يعني نسأل خلينا نحكي بطريقة أو بأخرى عن هذه المجموعات؟ قبل ما نسأل أو نشوف طريقة الأسئلة، في عندي إشي نسميه المجموعة أو الانتماء، خلينا نقول بعدين نأخذ المجموعة الخالية، الانتماء لأنها أهم. الانتماء، الانتماء ورمزه زي حرف السي، لكن برضو كمان خط زيادة بهذا الشكل. الانتماء هو يعني يعني زي ما نحكي رمز بيعبر انه هذا العنصر داخل المجموعة. يعني مثلا كيف نحكي، يعني كأنكم انتم تنتموا لهذه المحاضرة، شو يعني تنتموا لهذه المحاضرة؟ يعني انتم عنصر في هذه المحاضرة، او مثلا خلينا نحكي طالب كذا 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 هو مسجل في المقرر مال 18 فهو عنصر داخل هذا المقرر، او هو ينتمي الى هذا المقرر. فمثلا
كيف نعبر عن 2 انها داخل الناتشرال نمبر اللي هو الان الاعداد الطبيعية؟ نعبر عليها بهذا الشكل، نقول كيف تقرأ هذه؟ تقرأ انه العدد 2 ينتمي الى مجموعة الاعداد الطبيعية، لانه ان هي مجموعة الاعداد الطبيعية. فبهذا الشكل انا يهمني ينتمي، لاحظوا 2 ينتمي. ممكن يكون عندي مثلا سالب 2 كيف بدن في انه لا ينتمي لمجموعة الاعداد الطبيعية؟ بخط. كيف عندي انا مساواة؟ تتذكروا يساوي ولا يساوي، ينتمي زي نفس الشيء، عندي ينتمي ولا ينتمي، من فيها بخط. فهنا فعليا عبارة صحيحة، سالب 2 العدد سالب 2 لا ينتمي، صح لا ينتمي، هيك تقرأ لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية بهذا الشكل تقرأ. طيب هذه بالنسبة لا ينتمي ولا ينتمي. في عندي مصطلح آخر نسميه المجموعة الجزئية. المجموعة الجزئية، المجموعة الجزئية هو مصطلح ما بين مجموعتين، مصطلح ما بين مجموعتين. هل المجموعة هي جزء من مجموعة؟ يعني مثلا كيف انتو جزء، انتو كطلاب اللي مسجلين في هذا المقرر، انتو جزء من طلاب التعليم عن بعد، طلاب التعليم عن بعد كلياتهم جزء من طلاب، خلينا نحكي جامعة الإمام. جامعة الإمام هي جزء من وزارة التربية، وزارة التربية هي جزء من الوزارات اللي في المملكة، المملكة جزء مثلا من العالم الإسلامي، وهكذا. فبنلاقي انه مجموعة داخل مجموعة، مجموعة داخل مجموعة، وهكذا. فكيف نعبر عنها؟ مثلا لو كان عندي المجموعة A تحتوي مثلا A، دائما المجموعات بنرمز لها بالرمز كابيتال لتر A B C، وذلك ولذلك المجموعات الاعداد الشهيرة اخذت كابيتال لتر زي ال N، خلاص معروف للاعداد الطبيعية، ال W للاعداد الكلية، ال Z للاعداد الصحيحة. فمثلا A كان المجموعة A تحتوي على 1, 2, 3, 4, 5، والمجموعة B تحتوي على الأعداد 2, 4, 5. كيف منعبر عنهم؟ منعبر عنهم منقول إنه B هي مجموعة جزئية، طبعا المجموعة الجزئية رمزها C زي الانتماء لكن بدون خط. B مجموعة جزئية من A، وتقرأ المجموعة B هي مجموعة جزئية من المجموعة B، A. إذن هي جزء، يعني B منلاحظ جزء. ليش جزء؟ لانه الاثنين والاربعة والخمسة كل الاعداد اللي في B موجودين، هيهم موجودين في A، كل الاعداد اللي في B موجودين في A، فبالتالي B نحكي جزء من A، هي جزء من A، هي صحيح مجموعة لكن هي فعليا جزء من A. فزي ما انتم نحكي انه اللي مسجلين بهذا المقرر هو جزء من الطلاب التعليم عن بعد، ليس انتم كلكم تعليم عن بعد، يعني انتم بتمثلوا كل طلاب التعليم عن بعد، لا انتم جزء من طلاب التعليم عن بعد. طلاب التعليم عن بعد هم جزء من طلاب الجامعة كاملة، وهكذا. فمن عبر انه B جزء من A او مجموعة جزئية من A، لانه كل اللي في B موجودين في A. طيب الان خلينا ننتقل لكيف ممكن تجينا اسئلة على هذه الرموز، على هذه المجموعات الى اخره. اول شيء ممكن يجيكم كالتالي، ممكن اسألكم سؤال التالي، مثلا عدد من الاعداد التالية
ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي N. واحد من الأعداد التالية ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية. ألف الصفر، باء سالب 6/2، جيم 4/2، دال جذر 2. لو أعطيتكم هذه الخيارات، مثلا عدد من الأعداد التالية ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية، شو راح يكون جوابكم؟ خلينا نشوف الجواب من عندكم. طيب الأغلب جواب جيم، وفي طلاب أو طالبات جاوبوا الصفر. طيب وفي دال، لو جينا لدال اكتبوها في الآلة الحاسبة، جذر 2، اللي ما هو آلة حاسبة يكتب لي اياها في في الآلة الحاسبة. شو جذر 2؟ كم قيمته؟ انا مش حاكي 2، انا بحكي جذر 2. جذر 2 راح يطلع 1 الى اخره، في عندي فاصلة عشرية، فالدال فعليا خطأ. ب اللي فيه سالب خطأ، لأنه مجموعة الأعداد الطبيعية لا تحتوي على سالب، هذيك الصحيحة. الصفر خطأ، لأنه لاحظوا أول شيء أخذناه قلنا الصفر لا ينتمي، من وين بيبدأ؟ هاي مجموعة الأعداد الطبيعية، هذه هي. لاحظوا مجموعة الأعداد بدأت من 1 2 3 إلى آخره، ما تحتوي الصفر، فالصفر برضه لا ينتمي. طيب 4/2 ليش؟ 4/2 ينتمي لأنه 4/2 شو بيعطيني؟ بعد التبسيط بيعطيني 2، والاثنين قبل شوي قلنا تنتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية. وبالتالي أهم شيء إنه نبسط بعدين نحكم، نبسط بعدين نحكم، ما نحكم على جذر الاثنين ولا أي عدد، لا. طيب فننتبه يعني. أو ممكن يجيكم مثلا كالتالي، عبارة من العبارات التالية، خلينا نقول خاطئة. واحدة من العبارات التالية راح اكتبها خاطئة، شو هي؟ السالب 3 لا ينتمي إلى أن ب الجذر 25 ينتمي إلى الدبليو. جيم سالب 4/2 ينتمي إلى الدبليو. دال أربعة على ثلاث لا ينتمي إلى الزد. واحدة من هذه العبارات فعليا عبارة خاطئة، هل هي ألف؟ هل هي باء؟ هل هي جيم؟ هل هي دال؟ نحاول نركز قبل ما نجاوب، مو الهدف تجاوب، الهدف إنك تركز عشان تجاوب صحيح. طيب في عندي ألف ودال وجيم، طيب خلينا نشوف، مو غلط إنك تخطئ، تخطئ هنا ولا تخطئ بالاختبار، تعرف إنه كيف تفكر، تصير كيف تنظم أفكارك، كيف تقرأ الألعاب في السؤال إلى آخره، مو غلط يعني. طيب إذا في ألف وفي باء وفي دال وفي جيم، لكن يعني للإنصاف جيم أكثر إشي يعني، حسيت أكثر اللي جاوبه جيم. خلينا نشوف اللي ذكر ألف سالب 3
لا ينتمي إلى أن، مظبوط، عبارة صحيحة. هل السالب ينتمي، يعني لو قلت سالب ثلاث ينتمي إلى أن، هل هاي عبارة صحيحة؟ لا، هاي خاطئة. فلما قلنا لا ينتمي، شو أصبحت عبارة صحيحة. إذن عبارة صحيحة فعلا، السالب ثلاث لا ينتمي إلى الأن اللي هي الأعداد الطبيعية، عبارة صحيحة، فيش فيها أي خطأ. ما واضح إن شاء الله تكون الأمور. فعلا عدد السالب غير موجود، أي بمعنى لا ينتمي إلى الأعداد الطبيعية، فهاي عبارة صحيحة. إذن ألف ليس خاطئة، نشيلها من حسباننا. ننتقل للعبارة باء. جذر 25، وإحنا بنعرف جذر 25 هو 5، 5 ينتمي إلى الدبليو، عبارة صحيحة، فيش فيها أي لبس، الخمسة فعلا موجود في الدبليو، موجود في الأعداد الكلية. إذن باء نستثنيها لأنها صحيحة. أنا بدور على إيش؟ اللي يستعجل بالإجابة خصوصا ألف، كأنه دور على العبارة الصحيحة وليس الخاطئة. أنا بدي أدور هنا على العبارة الخاطئة، لازم نقرأ السؤال بتمعن. أنا هنا بدي أشوف العبارة الخاطئة. نشوف دال 4 على 3، 4 على 3 نعم، عدد بيطلع فاصلة عشرية، يعني 1.3333 بهذا الشكل بيطلع تقريبا، يعني في فاصلة عشرية. فعلا لا ينتمي إلى الزد لأن الزد ما في فاصلة عشرية، فدال عبارة صحيحة وما عليها أي غبار. نيجي لجيم، هل السالب ينتمي إلى الدبليو؟ لا، العدد السالب شو ما كان العدد السالب، حتى لو سالب 2، حتى لو سالب 2 ما بهمني والله، أهم شيء سالب هنا، يعني صحيح مش كسر مش فاصلة عشرية، لكن هنا سالب. الدبليو لا تحتوي على السالب، الان لا تحتوي على السالب، الدبليو لا تحتوي على السالب، فقط تحتوي على الصفر والموجب، 0 1 2 3. الان تحتوي على الموجب فقط، حتى بدون صفر بدون سالب، 1 2 3. الزد هي اللي تحتوي على 1 وسالب 1 2 وسالب 2. لو كان بدل دبليو زد كانت عبارة صحيحة وفعليا ولا واحدة خاطئة، لكن كونه حط لي تنتمي الى دبليو، لا لا تنتمي الى دبليو، السالب 2 فعليا الأصح لا تنتمي إلى الدبليو. إذن العبارة الخاطئة اللي هي سالب 4 على 2 تنتمي إلى الدبليو. فننتبه، أنا بدي بالسؤال عبارة خاطئة ولا عبارة صحيحة، ولا يعني شو المراد من السؤال؟ ما نستعجل، فقط إنه بس بدنا نجاوب. أكثر من مرة أخطاء الطلاب، يعني إنه فقط استعجل بس بدي أجاوب. طيب هذا هو، خلينا نحكي طريقة الأسئلة على العبارة، على المجموعات الأعداد، وعلى ينتمي ولا ينتمي إلى آخره. فأرجو التركيز، أرجو التركيز، أرجو التركيز على هذه، خلينا نحكي النقاط. طيب لو نفتح برضو الكتاب، احنا لساتنا ما زلنا كنا بصفحة 10 وصفحة 11، ما زلنا بصفحة 11 بالكتاب. تيجي عندي مصطلح اسمه المجموعة الخالية، بس خلينا ننهي المجموعة الخالية. المجموعة الخالية اللي هي من اسمها مجموعة لا تحتوي على عناصر، إذن هي مجموعة لا تحتوي على أي عنصر، ويرمز لها بالرمز فاي، بالرمز فاي بهذا الشكل، دائرة وعليها خط فاي، يعني empty set، مجموعة خالية، مجموعة فارغة، مجموعة خالية من أي عنصر. أو أنه في بعض الكتب اللي ما بيستخدموا رموز لاتينية، في بعض الكتب فبيفتح المجموعة وبيسكرها، يعني خلاص بيفتح المجموعة وبيسكرها، بيقول لك هاي هي المجموعة الخالية بهذا الشكل. فهذه المجموعة الخالية، لو أجاكم هذا المصطلح، يعني لما يجينا تقاطع واتحاد، فالمجموعة الخالية إذا ما في تقاطع، ما في إلى آخره، ممكن نكتب المجموعة الخالية هذه. طيب الآن إحنا في صفحة 11، في عندي بصفحة 11 درس اسمه طرق التعبير عن المجموعات،
طرق التعبير عن المجموعات، وهو فعليا طريقة التعبير عن المجموعة احنا يعني بنكتبها بصيغتها العامة، ما في داعي هذا نتطرق له. فطرق التعبير عن المجموعات اللي هي اول طريقة، طريقة كتابة العناصر، سجل معي لانه ما اكرر، مو واحد يقول لي عيد. طرق التعبير عن المجموعات محذوف اللي هو في صفحة 11، وهي ثلاث طرق، طريقة كتابة العناصر بصفحة 11 ومثال واحد عليها موجود بصفحة 12 أو صفحة 11، مثال واحد غير مطالبين فيه، وأيضا طريقة الصفة المميزة اللي هي الطريقة الثانية صفحة 12 برضو غير مطالبين فيها، ومثال 2 رقم 2 صفحة 12 أو صفحة 13، لما أحكي 12 أو 13 يعني حسب النسخة 2008 أو 2009. إذا مثال 2 غير مطالبين فيه. وطريقة التسلسل النمطي اللي هو في صفحة 13 أو صفحة 14 حسب النسخة يعني. ومثال 3 الموجود في صفحة 14 غير مطالبين فيه. هذا بالنسبة لطرق التعبير عن المجموعات غير مطالبين فيه. ننتقل لشيء مهم جدا وأيضا دائما بيجي عليه في الاختبار أسئلة، اللي هي بنسميه جبر المجموعات. جبر المجموعات، وهذا بتكون من درسين مهمات، الاتحاد والتقاطع. الاتحاد والتقاطع، إذن أول شيء نأخذ الاتحاد. الاتحاد ورمز الاتحاد اللي هو زي حرف اليو لفوق، ونعني بالاتحاد أنه نوحد المجموعتين في مجموعة واحدة. نوحد المجموعتين في مجموعة واحدة، يعني لو كان عندي عناصر في المجموعة A وعناصر في المجموعة B، لو قلت لك اعمل بيناتهم اتحاد أو أوجد A اتحاد B، بدك تجيب عناصر A وعناصر B وتكتبهم في مجموعة واحدة، لكن دون تكرار الرقم اللي متكرر هون وهون. يعني مثلا أفضل شيء نوضحه من خلال مثال. مثال لنفرض أنه المجموعة A تساوي لي 0, 1, 3, 5, و6، والمجموعة B تساوي لي 2, 4, 5, 6, 7 بهذا الشكل، وطلب منك أوجد A اتحاد B. أوجد A اتحاد B، شو الحل؟ نشوف الحل. A اتحاد B، هذه تقرأ بهذا الشكل، A اتحاد B، هذا المطلوب من السؤال، أوجد A اتحاد B. هو عبارة عن مجموعة تحتوي على كل عناصر A وكل عناصر B مع بعض، لكن إذا في عندي عدد متكرر، يعني زي مثلا الخمسة موجود هنا وموجود هنا، هذا ما نكتبه هنا خمسة مرتين، نكتبه مرة واحدة، نكتب مرة واحدة. فشو في عند الأعداد لو بدنا نرتبهم تصاعدي؟ في عند الصفر، هيو أخذته الصفر، وبعدين الواحد أخذته، يعني بحاول أشطب عشان أشوف شو أخذت ما أتوه عن رقم. 2 أخذته، 3 أوكي، 4 5 باخذ من هنا ومن هنا مع بعض، ما بكتبه مرتين، ممنوع اكتبه مرتين. الستة برضو نفس الشيء، اخذه من هنا ومن هنا، والسبعة اخذته من هنا. هيك تأكدت انه جميع الاعداد اخذتهم من 0 إلى 7، فاي اتحاد بي طلع معي هنا من 0 لغاية 7، 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. شو كيف ممكن أسأل؟ ممكن إذا كان أسأل السؤال التالي، إذا كان A يساوي لي 1, 2, 4, 6 وال B تساوي لي 0, 1, 5, 6 والسبعة،
وضمن أوجد A اتحاد B. هل A اتحاد B راح يكون فاي مجموعة خالية أم ب A اتحاد B راح يكون 0 1 2 3 4 5 6 7 د؟ هل عفوا جيم هل راح يكون اللي هو الواحد والستة؟ دال هل راح يكون الصفر والواحد واثنين وأربعة وخمسة وستة وسبعة؟ شو الإجابة الصحيحة؟ حاولوا تكونوا يعني أكثر جدية بالحل. شوف الإجابة الصحيحة، نكون جديين. اللي ذكر باء يحاول يكون جدي، انه يكون اكثر تركيز، يعني في عنصر زيادة في باء. وجيم يعني اللي جاوب جيم، هل انه جمع كل عناصر A مع عناصر ما يسمها اتحاد؟ يسمها اتحاد، يعني كل عناصر A لازم يكونوا موجودين، كل عناصر B لازم يكونوا موجودين. فهل اللي كتب جيم يعني هو منطقي يعني؟ طيب نقفل الشات، انا احاول بس افتح واخذ الفيدباك. طبعا فاي مجموعة خالية لا، يعني الناتج الاتحاد ما راح، هنا بهذا السؤال ما راح يكون مجموعة خالية. اللي جاوب جيم، خلينا بقى بالترتيب. با هل في ثلاث، لاحظوا في عنصر انا زايده هنا، هل في ثلاث انت يعني؟ طيب الصفر اخذناه من هنا، الواحد اخذناه من هنا ومن هنا، الاثنين اخذناها من هنا، الثلاث من وين اخذتها؟ كيف هنا يعني؟ ما في والله انا حاطة الزيادة، ما في زيادة اخذ نقصان، هذا خطأ. الزيادة هذا هنا خطأ، انت جاوبت خطأ، وبالتالي خسر الدرجات. ما نخسر الدرجات على اسئلة يعني سهلة جدا نحاول نكسب فيها. فالثلاثة خطأ، وجود الثلاث هذا خلى باء خطأ. جيم كيف عاد واحد وستة بس؟ طب والصفر؟ ولا لا، احنا قلنا اتحاد يعني كل عناصر A ناخذهن، كل عناصر B ناخذهن ونحطهم كلياتهم، لازم يكون موجودات. لكن ما اكرر دال، طبعا هي الصحيحه، اذا جيم خطا، دال هي الصحيحه، لانه لاحظوا اخذنا الصفر، اخذنا الواحد، اخذنا الاثنين، اخذنا الاربعه، هيو الاربعه، الخمسه اخذناها من هنا، السته اخذناها من هنا ومن هنا، والسبعة من هنا، فكلياته موجود وغير مكرر، وما في زيادة وما في نقصان، ممنوع للزيادة وممنوع النقصان. إذا د هي الصحيحة. خلينا نأخذ التقاطع الآن. النوع الثاني من جبر المجموعات اللي هو التقاطع. التقاطع ورمزه لا تحت، يعني عكس الاتحاد، رمزه لتحت. ونعني بالتقاطع اللي هو نأخذ العناصر المشتركة فقط من هنا وهنا، يعني إذا في عدد موجود في A وعدد موجود في B هو اللي نأخذه، ما نأخذ والله كل الأعداد، لا ممنوع، لازم نتأكد إنه هذا العدد موجود في A وB مع بعض. أما إذا في A لوحده ما نأخذه، في B لوحدها ما نأخذه، لازم نتأكد انه موجود هنا وهنا. يعني مثلا لو ذكرت هذا المثال بعدين بعطيكم تمرين. مثال، اذا كان عندي A تساوي لي الصفر والواحد ثلاثة اربعة ستة تسعة، والB عندي تساوي لي الواحد والاثنين والخمسة والسبعة والتسعة والعشرة، بهذا الشكل عندي A و B. والمطلوب أوجد A تقاطع B بهذا الشكل. نشوف الحل. A تقاطع B، حطينا A، حطينا تقاطع، حطينا B. A تقاطع B فقط نأخذ العنصر المشترك. يعني مثلا نبدأ في A، خلينا في A. الزيرو، الزيرو موجود هنا وهنا، إذا الزيرو ما يأخذ، هذا ما نأخذه.
لأنه مش موجود في B، لازم يكون العدد موجود في A وفي B. الواحد نأخذه، نعم الواحد نأخذه، ليه؟ لأنه موجود هنا هيو، فالواحد نأخذه. إذن العنصر المشترك ما بين A و B في التقاطع هو اللي يؤخذ فقط، فأخذنا الواحد لأنه الواحد موجود في A وموجود في B. نيجي الثلاثة، الثلاثة نأخذها؟ لا، الثلاثة ما نأخذها لأنها مش موجودة في B. الأربعة برضو لا تؤخذ، مش موجودة في B. الستة مش موجودة في B. التسعة نعم، هي التسعة موجودة في B. إذن فقط الواحد تسعة، طبعا العشرة ما راح نحصلها هناك، السبعة ما راح نحصلها هناك، والخمسة والاثنين ما راح نحصلهم هناك. انت عادة لما تدرس فقط A وتشوف وتقارن فيها كأنك قارنت الثنتين مع بعض. فواحد وتسعة هم فقط المشتركات، في عدد غيرهم موجود في A وفي B، ما راح تلاقي عدد موجود A وB بهذا المثال إلا الواحد والتسعة. خلينا نحط لكم تمرين، كيف ممكن يجيك في الاختبار؟ ممكن يجيك إذا كان مثلا نحط لكم A تساوي لي الاثنين ثلاث خمسة ثمانية تسعة، والبي تساوي لي صفر والواحد والثلاث والأربعة والخمسة والسبعة والثمانية. إذن هذه الـ A و B، وطلبت منكم التالي، فإن A تقاطع B يساوي، وحطيت لكم خيارات ألف، هل راح يكون A تقاطع B يساوي لي صفر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة سبعة ثمانية تسعة، هل التقاطع راح يكون فاي جيم، هل التقاطع راح يكون اللي هو ثلاثة والخمسة والثمانية، أم التقاطع راح يكون الصفر والواحد والأربعة والسبعة والتسعة؟ خلينا نشوف إجاباتكم هنا. يعني نكون أهم شيء متروين في الإجابة، مو شرط أن أكبس الحرف، الهدف أنك تحل تقتنع بحلك، تقرأ السؤال جيد بعدين تجاوب. عشان كذا وأنا أكتبه اتمعن معي بكل ما أعرف شو علق، هيهم يجاوبوا علق، هاي مشكلة. لما وصل تقريبا 700 متوقع أنه طرد بعض الطلاب، متوقع انه يطردني انا، متوقع يطرد اي طالب. طيب خلينا نقفل الشات عشان ما يعلق معنا. اذا الاغلب جيم هالمرة، يعني كنت اكثر جدية في الاجابة. خلينا نشوف، في بعضهم دال شفتوا في، لكن الاغلب جيم، يعني مثلا زي الاخت خلود، الاخت الاء كذا، يعني اوكي جزاكم خير جاوبتوا، بس مو جيم 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 جيم. احنا الشات لحاله بعلق، البرنامج لحاله بعلق، لما انتوا تجاوبوا اكثر من مرة هذه مشكلة برضه، يعني مشكلة انه برضه نحمل وهو مش مستحمل. طيب خلينا نشوف التقاطع. التقاطع احنا بنشوف الجزء المشترك، يعني لما اجي احله مثلا بالاختبار بالورقة المسؤول بحكي ايه تقاطع بي، وبنتبه للسؤال وبشوف الجزء المشترك. يعني مثلا باخذ الاثنين، هل هي موجودة؟ لا، اذا ما راح اخذ الاثنين. ثلاث نعم اخذها لانه موجودة هنا وهنا، لازم اتأكد. خمسة نعم اخذها لانه موجودة هنا وهنا. الثمانية نعم اخذها موجودة هنا وهنا. التسعة لا ما أخذ. إذن فعليا أنا عندي الثلاث والخمسة والثمانية، وبنتبه للإجابات بشوف هاي في عندي جيم نعم، وبتأكد من الإجابات الثانية إنه فعلا بعيدة عن
شو اسمه عن الإجابة الصحيحة. يعني مثلا فاي، لا في أجزاء مشتركة. كيف فاي؟ يعني فاي يعني ولا إشي مشترك، فاي معناها إنه ولا إشي مشترك. لا، با أتوقع جواب الاتحاد وليس التقاطع. فعشان نفرق، أنا ممكن أجيب لك جواب سؤال آخر، ممكن أنت تفكر والله أنا والله جاوبت صحيح، أنت مجاوب الاتحاد. إذا جاوبت ألف فأنا بتجاوب الاتحاد، هذا الاتحاد ألف، فبالتالي نستثني ألف لأنه هذا إجابة الاتحاد. دال اللي هو عكس الجيم، يعني والله ناخذ الأشياء اللي مش مشتركة، فهذه يعني برضه بعيدة عن خلينا نحكي الإجابة الصحيحة. فالإجابة الصحيحة هي جيم، كان الأغلبها. بس عشان تكونوا بالصورة، يعني متى بتكون فاي؟ بتكون فاي مثلا لو كانت ايه تساوي لي على سبيل المثال 2 5 7 و10 مثلا، وباء تساوي لي 0 1 ومثلا 4 و6 مثلا. لو قلنا لكم ايه تقاطع بي، ايه تقاطع بي شو الناتج؟ بنيجي الاثنين، هل في اثنين؟ الخمسة، هل في خمسة مشترك؟ يعني الاثنين مش مشتركة، والخمسة مش مشتركة، والسبعة مش موجودة، والعشرة مش موجودة، ولا شيء مشترك ما بين A و B. فشو راح تكون الإجابة؟ راح تكون الإجابة أكيد فاي، أي معنى مجموعة خالية، مجموعة لا هي هنا ولا هنا. ففي الاتحاد، بس لو نرجع للكتاب في الدقيقتين المتبقيات، الاتحاد اللي هو بيبدأ في صفحة 14 أو صفحة 15 حسب النسخة مثل ما قلنا، غير مطالبين بالتعريف والخصائص، واذكر وعلل وحدد وعرف، هذا كلياته ما في بالاختبار. ما في انه والله اقول لك اذكر خصائص الاتحاد، فما في داعي والله انه نمر على خصائص الاتحاد، خصائص التقاطع، تعريف الاتحاد، تعريف التقاطع، نقعد نبصب بيه ويعني خلينا نحكي خلاص. يعني هذا الكلام كله تاع الاتحاد خلينا نحكي شرحناه بمختصر مفيد. الاتحاد هو عبارة انه المجموعتين نجيبهم حطهم في مجموعة واحدة، لكن اذا في عندي عدد متكرر اكتبه مرة واحدة فقط. التقاطع شو هو؟ العنصر المشترك بالمجموعتين هو اللي نسحبه وناخذه ونذكره، غير هيك ما نذكره. فمثال أربعة على الاتحاد مهم جدا، مثال أربعة صفحة 15، مثال أربعة صفحة 15 مهم جدا على الاتحاد. قلنا ما في داعي لخصائص الاتحاد أو تعريف. لو نقلب الصفحة راح نلاقي التقاطع صفحة 16 أو صفحة 15 بيبدأ التقاطع، وفي مثال خمسة عليه اللي هو صفحة 16 أو صفحة 15 مهم جدا برضو على التقاطع. خصائص التقاطع برضو قلنا غير مهمة. مثال ستة مهم جدا، مثال ستة صفحة 16 أو صفحة 17 عادة بيجيب فقط A مع B، A مع مجموعة ثانية، ما راح يجيكم ثلاث أربع مجموعات سواء. يعني النمط اللي بيجي اللي هو خلينا نحكي الفرع الأول والفرع الثاني من مثال ستة، الفرع الأول والفرع الثاني من مثال ستة صفحة 16 أو صفحة 17. المجموعة الشاملة أو المتممة غير مطالبين فيها، المجموعة الشاملة والمجموعة المتممة اللي هي صفحة 17 غير مطالبين فيها، وأيضا تعريفات اللي في صفحة 18 غير مطالبين فيها، مثال 7 صفحة 18 برضو غير مطالبين فيه، أشكال فين صفحة 19 أو صفحة 18 غير مطالبين فيها، أشكال فين غير مطالبين فيها، مثال 8 مثال 8 صفحة 20 أو صفحة 19 أيضا غير مطالبين فيها. هذا بالنسبة لمحاضرة اليوم، وخففنا عليكم بعض خلينا نحكي المصطلحات أو الدروس اللي غير مطالبين فيها. أرجو أن تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء، إن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم. ما أعرف إذا أنتم سامعيني لغاية الآن أو أنه بجاوب البرنامج أو أنه الصوت واضح، ما أعرف إذا كان واضح. طيب ممتاز، إذا سمعتوا كل هذه يعني يا ريت طالب أو طالبة عادة بلخصوا هذا الكلام كلياته اللي ذكرناه على شكل نقاط وبعطوه لزملائهم اللي ما قدروا يدخلوا.
أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا اللقاء، نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.